نظمت جمعية مدافعة عن البيئة مسيرة في شوارع العاصمة لندن، طالبت خلالها الحكومة بفرض تشريعات تراعي التغير المناخي. تحرك داعمي البيئة جاء قبيل بدء الانتخابات العامة البريطانية. معركة التغير المناخي وتدارك أثره لا تزال مستمرة في بريطانيا، مسيرة لأكثر من 300 شخص وناشط مؤيدين لمنظمات ومؤسسات صديقة للبيئة في العاصمة لندن. لدينا أصدقاء مسافرون معنا، الحيوانات والطبيعة، وبدونهم لن نكون هنا أساسا. لذا إن لم نقف من أجل الطبيعة الآن، ماذا سنفعل؟ لدينا انتخابات عامة قادمة، ونأمل أن أي حزب سيفوز سينظر إلى هذا ويستمع ماذا تريد أغلبية الناس. أنا هنا لأمثل جيل الشباب، إنه وقت مهم تزامنا مع قدوم الانتخابات العامة، لكي تعرف الحكومة القادمة ما هي مطالبنا وماذا نحتاج من أجل مستقبلنا. أرجوكم خذوا الطبيعة في الاعتبار أيها الأحزاب، الآلاف يصوتون لأجل البيئة كما تسمعون، الأصداء هنا، دعوا خطط وقوانين للبيئة والمناخ على رأس أولويات مهامكم. مسيرة حركتها مخاوف من أن تتسبب أزمة المناخ في وفاة نحو 10,000 شخص في بريطانيا سنوياً بحلول عام 2050، فيما وجهت منظمات مثل أوقف النفط وأصدقاء البيئة رسالة للأحزاب بعدم اتخاذ حلول رمزية لتحقيق مكاسب سياسية على حد تعبيرهم. وتتزامن المسيرة مع الحملات الانتخابية للانتخابات العامة المقبلة، والتي هيمنت فيها قضايا المناخ على الأجندة السياسية للمترشحين، واعتبرت ورقة يغازل بها الناخبون البريطانيون. في وقت تعاهدت فيه أغلب الأحزاب بخطط صديقة للبيئة في حملاتها الانتخابية، تقول منظمة إكستنشن ريبيليون إن المملكة المتحدة واحدة من أكثر الدول التي تستنزف الطبيعة في العالم، حيث يواجه واحد من كل 6 أنواع من الحياة البرية خطر الانقراض، فيما تبلغ نسبة نقاء الأنهار 0% وفق المنظمة. براء العزاوي، المشهد، لندن.